نفذ اليوم مركز الشرطة البلدية صفاقس المدينة ومصلحة رعاية المدينة حملة كبيرة لإزالة الانتصاب الفوضوي والمخالفة الباعة المنتصبين اللي تجاوزوا الحدود المرخصة لهم حسب القانون، كما قاموا بحملة تنظيف أماكن الانتصاب واللي خلفت عديد الفضلات وتسبت في انتشار الأوساخ والفئران في الأماكن. قاعدين نشوف شهزينا وسخ وخمج وانتصاب، حالا دخلنا سوق الحوت نظفناه، رفعنا كل ما هو انتصاب فوضي حجزناه كل، وان شاء الله مواصلين باش ندخلوا للمدينه العتيقه من ناسها اللي قبل شهر رمضان ان شاء الله بنهايرين ثلاثة ايام تكون المدينه نظيفه. الاعوان اللي سجلوا عدد هام من المخالفات اكدوا ان الهدف من هذه الحملات هو بالاساس الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينه العتيقه بصفاقس اللي هي مرآة الجهة، خاصة انه الصيف وشهر رمضان على الابواب وانه صفاقس قادمة على تظاهرة صفاقس عاصمة ثقافية 2016. وخلقت هذه الحملة صدى طيب والاستبشار لدى متساكنين المنطقة ورواد البلاد العربي وأصحاب المحلات اللي أعادت للمدينة العربية جماليتها وقيمتها التاريخية. نبارك الحملات هذه، علاش المواطن ما نجمش يشق حتى البلاد بالفوضى هذه وبالانتصاب هذا، فوضى وسخ وسرقة وكلام زايد وكلام ناقص وسرقة في الميزان. احنا نباركوا يا أخي، قادمنا سيدي رمضان، إذا هكتوا في شهر سيدي رمضان علاش ماشي يصير؟ حملات راهو توا الشرطه البلديه مشكوره، راهي يوميا تقوم بحملات كيف هناك، ما توصل تحت رئيس السلطه البلديه كان متنبع عليهم بالمرتين وبالثلاثه وبالاربعه. في المقابل عبر الباعه المنتصبين عن تذمرهم من هذه الحمله وطالبوا السلطات المعنيه بخلق فضاءات تتمكنهم من عرض بضائعهم ومن خلق مساحه لهم للعمل. هذا وباش تكون الحملات في ولايه صفاقس يوميه وحثيثه قبل وخلال شهر رمضان لردع كل المخالفات.